Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kembali kita sambung tadarus Al-Quran dimulai dari surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Alhamdulillah kita telah masuk pada awal juz 18, awal dari surat Al-Mu'minun. Bagi sahabat Al-Quran yang belum melihat kumpulan tadarus sebelumnya, bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Ketika tadarus nanti kalau nampak tulisan yang berwarna merah, maka itu adalah tanda dengung dengan durasi 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau nampak yang warna kuning, tanda panjang dengan durasi 4 atau 5 harokat, 4 atau 5 ketukan. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأ نَهُ خَلْقًا آخَرَ
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wama kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا
na bihadza fi abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Fa'auhayna ilayhi an yusna'i al-fulka bi'ayunina wa wahyina fa'idha ja'a amruna fa'idha ja'a amruna wa faratan nuru fasluk fiha fasluk fiha min kulli zawjain ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل
يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحيا بِمَا بَعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. Di sini nun kecil langsung masuk kepada huruf fa. Rajulunifthara. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ثُمَّ أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. Di sini ada bulat lingkaran, maka huruf lam dibaca pendek. Wa malaihi faqalu anu minu li basharaini
لِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم بهم لا يشركون صدق الله العظيم. Jadi itulah tadarus kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.